السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتمتعوا بصحة جيدة يا ربي إن شاء الله. تتشوفوا معي هذا الحليب، هذا خاسر. I have a milk, it's expired. It's expired. I'm not gonna throw it. I'm gonna make cheese with it إن شاء الله. أنا غادي نعمل بهذا الحليب الفاسد، غادي نعمل الجبن إن شاء الله. ها هو عندي هاد الحليب، وعندي كاسرولة نفتح عليها النار فوق ان شاء الله النار، وتبعوا معايا كيفاش غندير الطريقة ان شاء الله. ان شاء الله هاد الحليب هذا غنخوي. I'm going to take the turn the fire on the stove and the milk. I'm going to put it in here. See, like a bottle. اليوم ما ترميش الحليب الفاسد، خليه ديري به الجبن ان شاء الله. يقرب يطلع الغلية وان شاء الله نديرو فيه. هو مكونين بس، عندي الخل، خل يعني 3 معالق. لو ما عندكش الخل ممكن تعملي الحامض. I have vinegar. If you don't have, you can put lemon. When it comes to the boil, إن شاء الله I'm gonna put the vinegar on it. إن شاء الله. من اليوم ما ترميوش الحليب الفاسد، صوبوا به جبن. إن هذاك الجبن اللي كنا ناكلو ما عرفناش اش دايرين فيه، اللهم ما تصوبيه في دارك. ان شاء الله دابا غادي نزيد هاد الخل هذا، غادي نديرو هنايا ونرمي. ملي كتزيدي الخل كيبدا يدير تيتفلقط، سبحان الله العظيم. كيتعزل سبحان الله العظيم، هذاك الحليب تيتقلط ملي كتزيدي الخل او الحامض ليمون. If you get lemon or vinegar, the milk the milk it turn like you know like buttermilk. See وديك الساعة انتي واللي بغيتي تزيدي ديري فيه النكهة ديالو، بغيتي ديري معاه، بغيتي قاصح، بغيتي جاري، بغيتي اللي بغيتي قاصح تخليه هكا، بغيتي جاري غادي تزيدي فيه كيري الى عندك، ولا ما بغيتيش ديري كيري تخليه شويه من يتصفي، تخليه شويه خاطر وديري فيه هذا. نشوف انا غندير معاه ان شاء الله الزعتر، نزيد فيه الزعتر وسميتو ان شاء الله. شفتي دغيا كي ملي كديري الحليب وملي كديري الخل او هذا تيتعزل سبحان الله العظيم. انا بغيت غلا شويه باش ديك البكتيريا تحيد منه ان شاء الله. هي الا بغيتي راه غير يكون سميتو غير يسخن يطلع الغليه وتحيدي، ولكن انا بغيت نخليه باش لانه تنخليه طوال في الثلاجه. معنا كنت صوبته شحال هادي وبقى ليا شاد، زعما ما طرا لي حتى حاجه، ولكن خليتوني تطلع الغليه عاد اسميتو. سي اي وانت بوت ات، اف يو دو وانت بوت ات تو بويل ذاتس فاين، اونلي تو ذا ستيم ذا بويلينغ كومز ذن يو تورن ات اوف. But for me, when I put it, then it's better for the bacteria to not to be there. See. وهذاك انا غادي نصفيه، داك الماء اللي بقى ديال الخاتر هو يمكن لك تعجني به، ديري به الخبز، ديري به البريوش، ديري به اللي بغيتي ما ترميش.
I'm gonna put it in strainer in here when it's finished. Then the water, the stay, you can use it for the to make a dough or make fataya, whatever you like to make. Yeah, don't throw it. Leave it in the fridge until you're ready to make something. Then you go ahead and do it. But for me, I'm gonna go strain it and we'll see. You will see, inshallah, what I'm gonna do, inshallah. Okay, khalas, turn it off. And, okay, see, bismillah. See? كل الجبن, الجبن ده, اهو طلع هنا. والمية دي ممكن تخليها وتعجني بيها شفتي اه بس انا الجبن اللي عايزه خليني اصفي كله افتح تكملي بنعمل بولة تانية الجبن ديالنا ونصفي ان شاء الله ها هو ما بغيتش ندير كل شيء قدامكم شوفوا دابا غادي نزيد فيه زويتات العود مليحه الزعتر ان شاء الله بغيتي تخليه هكاك براحتك زعما ماشي لك الاختيار نقول ايد هي ان شاء الله اوليف اويل تو تيبل سبون اوف اوليف اويل جوج ديال المعالق شويه الملحه والزعتر ان كورياندر سولت ان كورياندر لايك بيك تيبل سبون شفت الشيز ديالنا الجبن كيف ولا ما شاء الله داك الحليب الفاسد ها هو صوبنا جبن ونقي وفي الدار وتتعرفي شنو درتي فيه ولا اي شيء بغيتي عايزين تزودوا عليه ممكن تعملوا تزودوا عليه وذوق الملح وخلاص يعني تزود شويه بس ملح لو عايزه ملح لو مش عايزه ممكن ما تزوديش ما تعمليش الملح يعني لو عايزه بالاعشاب وخلاص واحطها في الطاجين وهي طلعت عندنا جبنه للتقديم انا عندي جبنه اللي عملت من 3 شهور شوفوا شكلها لسه كاني حطيتها لسه نفس هي الجبنه يعني ما تغيرش فيها ولا اشي بس تعمليها وتحطيها في الثلاجه ها الجبنه بتاعتنا خلاص والجبنة تعملت وبالهنا والشفاء وجربوها ردوا علي ان شاء الله في التعليقات هاي الجبنة بتاعتنا ان شاء الله هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته